البطاقات الإلكترونية منفذ جديد لتهريب الدولار إلى خارج العراق. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية إلى ضمان امتثال المعاملات المالية للمعايير الدولية ومحاربة المعاملات المشبوهة، باتت شركات بطاقات الدفع الإلكتروني تستغل المزايا التي منحت إليها من قبل البنك المركزي العراقي وتقوم بتهريب الدولار إلى خارج العراق. خبراء ماليون أكدوا أن الاحتيال الحاصل عبر البطاقات الإلكترونية يشكل خطراً جديداً على النظام المصرفي والمالي في البلاد، فبعض الشركات التي حصلت على ترخيص من البنك المركزي تقوم بالاتفاق مع حاملي تلك البطاقات الذين يودعون أموالهم داخل العراق بعملة الدينار، ثم تقوم بسحب تلك الأموال المودعة من دول الجوار بينها الإمارات وتركيا، ومن ثم تحول تلك الأموال إلى العراق بطرق غير مشروعة، مستفيدين بذلك من الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في سوق تهريب العملة. وتمتلك كل شركة من شركات الدفع الإلكتروني عشرات المنافذ في المحافظات، وكل منفذ يمتلك 600 بطاقة إلكترونية، ويبلغ سقف كل بطاقة 10 ملايين شهرياً، لكن بعض بطاقات الفي آي بي يصل حدها الشهري إلى 100 مليون دينار، فيما يؤكد متعاملون بهذه البطاقات أن أرباح المنفذ الواحد تتجاوز 50 مليون دينار يومياً من جراء هذا التحايل على القوانين والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي. وكشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي تحرك على بعض شركات الدفع الإلكتروني المخالفة التي تقوم باستغلال فرق سعر التصريف وتستحوذ على مئات البطاقات الإلكترونية والمزايا المتوفرة فيها لصالحها.